أرادت إرهابي داعش في حدود قضاء داقوق التابعة لكركوك، وتمكنت قوات البيشمركة خلال العملية التي انطلقت فجر اليوم من قتل العشرات من إرهابي داعش واعتقال عدد آخر منهم. وأوضح قائد غرفة عمليات جنوب كركوك لقوات البيشمركة في تصريح لفضائية كركوك أن قوات البيشمركة شنت اليوم هجوما واسعا على أوكار مجاميع داعش الإرهابية في قرى السعد والخالد والوحدة في حدود قضاء داقوق، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 30 إرهابيا واعتقال عشرة آخرين منهم، مؤكدا أن قوات البيشمركة ستواصل مطاردة إرهابي داعش. هذا وشهد أهل داقوق بمختلف مكوناتهم بدور وجهود قوات البيشمركة في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم دون استثناء والوقوف بوجه الإرهابيين بكل بسالة وشجاعة. الحياة الطبيعية التي يعيشها مواطنو قضاء داقوق دعتهم للتكلم عبر فضائية كركوك للتعبير عن مدى ارتياحهم وعيشهم بأمان بسبب قوات البيشمركة المتمركزة في تلك المناطق. المواطنون قالوا أن البيشمركة يحمون شرف وكرامة المواطنين في تلك المناطق، ولولاهم لكان حالهم حال تل العفر وبقية المناطق. أقدم كل الشكر والتقدير لقوات البيشمركة الذين هم حموا أهل داقوق، حموا شرف أهالي داقوق، حموا كرامة أهل داقوق. ولولا قوات البيشمركة البطلة لكان مصيرنا مثل مصير تل العفر أو المناطق التي تحتلوها قوات داعش الإرهابي. نرحب بالقوات البيشمركة الذي حامت الناس في داقوق من قوات داعش والإرهابيين، ونحمد الله ونشكره على هاي القوات البيشمركة والقوات المشتركة، والحمد لله بداق معناته كل الزينة وإن شاء الله منصورين إن شاء الله. مواطنون تركمان من قضاء داقوق يشكرون جهود قوات البيشمركة لأنهم خير حماة لهم، معبرين عن مساندتهم لقوات البيشمركة لأنهم لا يفرقون بين قومية وأخرى لحمايتها. ممنوح بيشمركة بزي حماية بدي قوات داعشتان بو قريلردان قريلر طبعا اشتدر جاسن. نحن نشكر جهود قوات البيشمركة لأنهم دافعوا عنا وهم خير حماة لنا. إرهابي داعش عندما احتلوا تل عفر وبشير أرادوا أن يحتلوا داقوق أيضا، ولكن قوات البيشمركة كانت لهم بالمرصاد. نحن ندعو الله أن يوفقهم وينصرهم دائما. حمد والسن وضع عيدي منطقة مزاع. الحمد لله أن الأوضاع جيدة وتحت السيطرة، ولولا وجود قوات البيشمركة لتقدم الإرهابيون أكثر وسيطروا على بقية المناطق. نحن ندعم قوات البيشمركة ومستعدون للدفاع عن مناطقنا معهم إذا لزم الأمر ذلك، وكلنا يد واحدة ككرد وعرب وتركمان. وما نراه أن البيشمركة تدافع عن الجميع، لا تفرق بين قومية وأخرى. الدور المشرف لقوات البيشمركة بالدفاع عن كل شبر من أراضي كردستان وأرواح المواطنين فيها بكافة مكوناتهم يشهد له البعيد قبل القريب. هولغورد حسن، فضائية كركوك. تمكنت قوات البيشمركة